يوجد بعض المصلين هدانا الله وإياهم، بينما نحن ننتظر الصلاة يقرأ الواحد منهم القرآن بصوت مرتفع ويتسبب في إخلال الخشوع للمصلين الآخرين، هل هذا العمل جائز؟ أفيدونا جزاكم الله خير. الجهر بالقراءة إذا كان يشوش على المصلين حوله إنه لا يجوز، لأن هذا فيه أذية للمصلين. قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم صلون بالليل، وكانوا أوزاعا متفرقين، كل يصلي لنفسه ويجهر، يجهرون بالقراءة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه، ألا يجهر بعضكم على بعض؟ فإذا كان يترتب على الجهر بالقراءة في الصلاة أو خارج الصلاة ترتب عليه التشويش على المصلين حوله أو الذين يقرؤون القرآن حوله أو يذكرون الله، فإنه لا يجوز له أن يرفع صوته بالقراءة، بل يقرأ بقدر ما يسمع نفسه، فيحصل المقصود ويندفع الضرر. وبالمناسبة، فإن هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم بالميكروفونات وتخرج أصواتهم عن المساجد التي يصلون فيها وتنتشر في الشوارع وعلى المساجد الأخرى وعلى البيوت ويشوشون على الناس، فإن هذا أمر غير مشروع، وهذا فيه تشويش على الناس. فالواجب التنبه لذلك، لأن هذا يوقع في الإثم ويوقع في الحرج، وأيضا فيه يخشى على صاحبه من الرياء والسمعة، فإن الغالب ما تصاحب هذه الأصوات المرتفعة الميكروفونات صاحبها شيء من الرياء والسمعة، وهذا خطر شديد. الواجب عليهم أن يقصروا أصوات كبيرات الصوت داخل المساجد في الصلاة. أما الأذان والإقامة فلا بأس أن يرفع الصوت بهما خارج المسجد لأجل مصلحة الجماعة والذين في البيوت والذين لأجل أن يلحقوا بصلاة الجماعة.